يعني احنا بنتحدث عن هذا التضخم بالتأكيد في العالم أجمع منذ الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كما يعني نطلق عليها، لكن بالتأكيد بتتفاقم يعني من آن لآخر، مرة بسبب الغاز، مرة بسبب التضخم وعدم الارتفاع الأسعار كما ذكرنا في المقدمة وما إلى ذلك. لو تصف ما وصلت إليه، وهل بنعتبر الدول الأوروبية كلها متساوية أو تعاني نفس المعاناة، أم هناك من يستطيع التعافي وفي بداية التعافي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا هقول لك على شوية صور أنا شفتها أثرت فيا جدا كمشاهد وفاجئتني جدا. صورة الجرارات الزراعية وهي موقفة الطرق المؤدية لبرلين في ألمانيا، والجرارات الزراعية والمزارعين وهم واقفين، إن فرنسا دلوقتي بتجهز جنود وبتجهز 10,000 جندي عشان الطرق المؤدية لباريس ما يتمش قطعها، إن في ربع الشعب البريطاني عايش بدون تدفئة السنة دي في عز البرد اللي احنا فيه ده، لندن اضراب عمال قطارات، 22% من بريطانيا تحت خط الفقر. تحت خط الفقر ده يعني بياخد في الشهر 400 استرليني. 400 استرليني دول ما يجيبلوش شقة 60 متر، يعني ما يدفعوش ايجار لأي حاجة، وفاتورة الكهرباء 100 استرليني، فاتورة التدفية 100 استرليني. فاللي بياخد اعانة في بريطانيا اصلا يعني عايز زي ما بقولك كده اللي لاقي حيطان، هو مش لاقي دفا ومش لاقي اكل ومش لاقي شرب. ففي أزمة تضخم عالمي. أنا في الحقيقة مش بختزلها في الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب العالمية الاقتصادية، إنما برجع شوية ل2020 لأن دي الأزمة. يعني هي المشكلة في أوروبا بدأت منين؟ أوروبا عندها اتفاق اسمه اتفاق النمو. الاتفاق ده قريم باتفاقيات تأسيس الاتحاد الأوروبي. الاتفاق ده توقع في سنة 99، بيقول إن في التزام على الدول الأوروبية إن سقف الدين بتاعها ما يزيدش عن 60% من إجمالي الناتج القومي، وإن نسبة العجز في الموازنة ما تزيدش عن 3%. الاتفاق ده كل الدول الأوروبية كانت ملتزمة بأدائه والتعامل على أساسه، إنما في جائحة كورونا كل الدول الأوروبية خرجت عن سقف الدين ده وخرجت عن سقف العجز ده في تمويلات غير محدودة، وده كان ليه نتائج مؤثرة بشكل كبير جدا في إن أول لما رجعت الحركة التجارية لطبيعتها ورجعت كثافة الاستهلاك والموظفين رجعوا والسياحة، حصل أول موجة تضخم اللي هي كانت في يناير 22، لأنه كان في الوقت ده يا دكتور ولو حضرتك تصحح لي، يعني إنه كان تم الإيقاف أو اللي هو التوقف التام عن العمل، تسريح عدد كبير من العمالة، كان في أشياء الاستكشافات البترولية كانت وقفت، وكانت المزارع قللت من إنتاجها عشان الفنادق كانت مقفولة والسياحة، فلما رجع الاستهلاك لطبيعته ما كانش في إنتاج يكفي الاستهلاك ده، فده عمل موجة تضخم كانت أول موجة. في الحقيقة اللي خطط للحرب الروسية الأوكرانية كان حاطط ده في اعتباره، إن أول لما هتتقطع كمان الإمدادات الروسية ده هيعظم من خسائر الاقتصاد الأوروبي. وهنا ده اللي النواب في البرلمان الألماني بيقولوا العقوبات المفروض إنها فرضت على روسيا عقابا لروسيا، لكن إحنا عاقبنا الاقتصاد الألماني. والدليل على كده إن في 2023 الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني. فأنا النهاردة الناس بتسأل في ألمانيا، أعضاء مجلس النواب النهاردة بيناقشوا المشكلة اللي موجودة دي وعندهم مشاكل كبيرة جدا. يعني فأنا عايز أرجع لك لحالة أوروبا تحديدا، إن هم لما خلفوا سقف الدين بتاع معدل النمو ده وتخطوا سقف الدين وتخطوا نسبة العجز، هم اوريدي مولوا. فالنهاردة مع أول جائحة كورونا، التضخم الأول، التضخم الناتج عن الحرب العالمية الاقتصادية، هو ما عندوش جديد يقدمه، يعني ما يقدرش هو كحكومات يطبع يورو تاني ويقدم، وإلا مش هيقدر يجبح جماح التضخم. هو النهاردة وصل بالتضخم من 8% ل4%، وعنده أمل إنه يوصل ل2%. أكيد ده رهين إنه يفضل محافظ على أعلى سعر فايدة اللي هو عامله 5.25%، ومش قادر يقلل السعر ده وإلا هيرجع التضخم أكتر من كده. فبالتالي أنت النهاردة كمزارع أو كواحد صاحب مزرعة في أوروبا عندك مشكلة. أولا تكلفة القرض اللي أنت هتاخده من البنك عشان تمول بيه الزراعة بقت 5.25% بعد ما كانت 0%، فأنت في تكاليف تمويل زادت عليك. ثانيا كان في دعم بيروح للمزارع من الاتحاد الأوروبي، الدعم ده دلوقتي هم في الاتحاد الأوروبي أخدوا قرار إن الدعم ده يتوقف من 2025، يتوقف توقف تدريجي، فطبعا المزارع الدعم اللي كان بيروح له هيتوقف.